انا قرر لو في مشاكل انا قمر الاماني تتدرج بقع في ضحضيرة وبتصرف جاية في الغشيمة مش جاية من اتلطف مش اي حاجة تيجي في السكة محتاجة تستنضف حباني في الساح دي واحدة عكادت دي ماشية عبتوتو ماشية بتدافع جاية تتفرج وانا جاي من اشارك بدي واحدة عالهابق واحدة عالثابت زي الترايبود زي الترايبود لا انا ماليش في اللايف اللوكيشن على موبايله 90 كيلو الكايرو ماشي ماشي 90 كيلو الكايرو ماشي ماشي 90 كيلو الكايرو زي الترايبود زي الترايبود لا انا ماليش في اللايف اللوكيشن على موبايله 90 كيلو الكايرو ماشي ماشي 90 كيلو الكايرو ماشي ماشي 90 كيلو الكايرو كده افتكر ان الصورة وضحت سيبني ساحة وابعد حلو بس لو بطلت تعند انا بس فتحت بوق الدنيا ولعت وانا بليا لعبت ولا حظ جالنا دايرة سامة حاجات ما كانش المفروض افهمها لما قالت لما كله جالها هنا كله غالي هنا كله بتمن لو سبتها اكيد كان للسبب ما ماتش لسه في الرمق منتج نازل زي اخر السنة هشتري الموية وهبالك سمك كده كده احنا مش هنتفق عايز كل حاجة جبت كذا وكذا عايز طبق طاير عايز قالت زمان مش عايز اتعامل قولي ليه نتعادل بس على عادي بس على عادي يا اسطى في شماله قفلت عدادي قفلت عدادي مش هنتسابق مشاكلي لو زادت سهله يا اسطى مش فارق سهله يا اسطى مش عايز ابقى طول عمري ماشي على الفاضي انا مش عايز ابقى مسحول في عيشه بترازي انا عايز اجيبها حتى لو ما كانتش واصلالي لو مش هتحل عن راسي انا مش شاغلني ما انا واخد سكه طوالي سكه طوالي زي الترايب لا انا ماليش في اللايف مش مش 90 كيلو الكايرو مش مش 90 كيلو الكايرو زي الترايبود زي الترايبود لا انا ماليش في الليرو اللوكيشن على بايرو 90 كيلو الكايرو مش مش 90 كيلو الكايرو مش مش 90